بحضور جماهيري مميز في كل المباريات تقريبا، انطلق الموسم 64 للدوري وسط آمال كبيرة من عشاق الكرة المصرية في متابعة موسم استثنائي على كافة المستويات. في مواجهات مدرسة التدريب الوطنية أمام نظيرتها الأجنبية، فرض المدربون الأجانب تفوقا واضحا وكسر الثنائي أحمد عبد المنعم كوشري وشوقي غريب هذه القاعدة عندما قادا إنبي والمقاولون للتعادل أمام بيراميدز وغزل المحلة بقيادة الثنائي اليوناني تاكيس غونياس وبابا فاسيليو. الزمالك بقيادة البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا نجح في حسم مواجهته الصعبة أمام سموحة بقيادة طارق العشري رغم تفوق أبناء الحي الراقي في أوقات كثيرة من المباراة. أما المواجهة التي جمعت الإسماعيلي والأهلي فقد كانت الأفضلية فيها للسويسري مارسيل كولر على حساب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للدراويش. نبقى مع المدربين، حيث خطف أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا الأضواء عندما قاد فريقه لفوز عريض على فريق المصري بقيادة إيهاب جلال بثلاثة أهداف نظيفة رغم دفعه بثمانية لاعبين من الصفقات الجديدة ما بين أساسي وبديل. من الظواهر الأخرى في الجولة الأولى كان عناد الأرض لأصحابها بخسارة أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدف والإسماعيلي أمام الأهلي بنفس النتيجة، بالإضافة لخسارة المصر الثقيلة أمام سيراميكا كليوباترا على ملعب الجيش ببرج العرب. وكان الزمالك الناجي الوحيد من هذه الظاهرة بفوزه على سموحة بهدفين دون رد على ملعب عثمان أحمد عثمان بالقاهرة.